احنا ضعفنا من كتر من ما اكلناش. عذاب يعني، بتعذب قاعد عشان اقليها، عشان البنت لبسها في البطاطا. تقريبا نسينا شكل اللحم، الحياة زمان فش منها اليوم. زمان لما كنا في المنزل كنا نأكل لحمة كثيرة، ولكن اليوم لا نعرف ماذا نأكل، وليس لدينا أي أموال نشتري بها أي شيء. بهذه الكلمات عبرت سارة الطفلة الفلسطينية التي لم تتجاوز السنوات العشر عن المأساة الإنسانية التي تعيشها هي وعائلتها. ففي غزة تبدلت أحلام الأطفال من اللعب وعدم التفكير في أي شيء إلى البحث الدائم عن كيف يأكلون ويشربون، فطفولتهم قد سلبت. كاميرا العين الإخبارية التقت مع عائلة سارة ورصدت المأساة التي تعيشها الطفلة والعائلة. رمضان غير، رمضان اجى مفاجئ إن في كل طقوسه، في كل أشياء. رمضان شهر الجمعات وشهر الخير، بس عندنا السنة غير عن كل مرة. الغير فيش ناس، فيش أهل، فيش أكل زي العالم. يعني كنا احنا نتحير ايش نعمل اكل، تكون عندنا اصناف كثيره، بس اليوم بنقضيها على صنف او على صنفين ان كثر. الصنف الاول بناخده من التكيه، اذا يعني اذا نوجد في التكيه، وطبعا الصنف الثاني اذا حبينا يعني نعمل حاجه الاولاد بيشتهوها. يعني هيك شايف انه بدي اعمل بطاطا، معاناه عشان اقليها للبنت، هي نفسها في البطاطا، بدها بطاطا مقليه. هيك شايف قاعد بن على النار، عذاب يعني، بتعذب قاعد عشان اقليها، عشان البنت لبسها في البطاطا. رمضان كنا نعد له ونزين له البيت ونعد له حاجات كثيره، نعد له ميزانيه لرمضان نفسه، بس المره مش قادرين نعمل ولا اي حاجه. يعني الاكل هنا صعب الحصول عليه وغالي جدا. الوجبه اللي يعني اللي بناخذها من التكيه اذا وجدت هي اللي بناخذها. المشاهد التي اعتاد عليها الغزيون خلال الاعوام الماضيه في شهر رمضان لا يبدو لها اي اثر الان، فزينه الشوارع باتت من الماضي، اذ ان الشوارع نفسها قد محيت، كما انه لم تعد هناك بالامكان اقامه موائد الرحمن المعتاده بعد ان ضرب الجوع في غزه كل الاتجاهات، واول من ضرب الاطفال. احنا في الدار ناكل لحمه كثيره، ابويا بقى يجيب لنا كوم، نحن بقى يجيب لنا دجاج، بس الحين مش عارفين ايش ناكل. هذا الاكل ما بيهمنا، معناش مصاري نجيب اي شيء، بقينا زمان نجيب فواكه وخضره واشياء ولحمه ودجاج. الحين نحن عايشين بخيمه، ما بكفيناش هذا الاكل، احنا ضعفنا من كتر من ما اكلناش. نفسي باللحمه ونفسي بالقطايف ونفسي اروح على غزه، ونفسي بقعد في الدار، بقى عندنا دار، والحين صرنا في خيمة. حرب يعني كثير بنخاف منها، بس الحين بقينا نقول بتقعد أسبوع أسبوعين، الحين صارت تقعد ست أشهر، مش عارفين إيش نساوي. تشتد ظروف أهالي القطاع تعقيداً، لا سيما مع نزوح 1,700,000 شخص وفق أرقام وكالة الأونروا، ويعيشون جميعاً في ظروف مروعة. فبحسب جيمي ماك جولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين، قال إن الجوع وصل إلى مستويات كارثية. الوضع عندنا هنا في الدير وضع صعب جداً فوق ما تصور. يعني أنا كنت أشتغل في عندي شغل في جبالي، الله مرزق في شهر رمضان الفضيل هذا، كان حالنا احسن من حال هذا، حال كويس فوق ما تتصور. كنت اجيب خضره، اجيب فواكه، اجيب اكل للاولاد، اجيب شرب، يعني الحياه كويسه مليحه. فوق الفواكه كنا ما تنقطعش من عندي من الدار، الاكل ما ينقطعش عندي من الدار، اللحم عندي كويس. اليوم بطلنا تقريبا نسينا شكل اللحم، الحياه زمان فش منها اليوم. اليوم الحياه صعبه جدا. اليوم انا عايش على الصدقه، عايش انه هذا يعطيني وهذا يعطيني. اليوم انا باكل عدس، بس عدس اليوم انا اكل عدس اليوم، طلع عدس اليوم. انا العدس هذا كنت اشتهي السنه مره وانا في الشمال، اليوم هنا ما فيش شيء. اليوم لازم مجبور تاكل كل شيء يوميا، كل يومين عدس، كل يومين عدس، كل يوم، ومجبور تاكل مش بيدك، لانه لو ما اكلتوش مش حتلاقي.
يعني ايش لا باكل ايش ما اجي بمشي حالي. الشغل ما فيش مصروف للاولاد الصغار ما فيش مصروف فقط. اكل اجيب فاكهه للاولاد اطعمهم في شيء. بدك تقترض بدك تاكل لحمه بدك تاكل معلبه اليوم الوباء دب الدنيا، المراه الامراض دبت الدنيا كلها من وراء ايش؟ من وراء المعلبات والاكل مش نافع. الحياه صعبه فوق ما تتصوروا يعني مش يعني انا صرت زي الاولاد عايش. مش قادر افهم لهم ابوهم اليوم انا مش قادر اصف لهم ولا حاجه، الحياه انعدمت معي. ويبقى السؤال الذي يشغل بال الكثيرين وعلى راسهم اهل غزه، هل ما زال هناك امل في هدنه خلال رمضان تخفف من ماساه الاهالي؟